نظمت الدائرة المالية المركزية بالشارقة يوم الخميس الماضي الملتقى المالي الدوري للدوائر والهيئات الحكومية بالإمارة بمشاركة مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الشؤون المالية من الوحدات الحكومية المركزية واللامركزية بالشارقة. وركز الملتقى الذي أقيم في مقر دائرة المالية المركزية على تحديث طرق دفع رسوم المعاملات باستخدام الهوية الإماراتية ورسوم المشتركة بين الدوائر المحلية ومناقشة الرسم المحلي لدعم الأبحاث العلمية في إمارة الشارقة وتقييم الموردين. ويأتي تنظيم هذا الملتقى ضمن سلسلة الملتقيات المالية التي تنظمها الدائرة بهدف تطبيق المنهجية المالية لدى الموظفين الماليين وإطلاعهم على آخر المستجدات وكيفية احتساب الرسم المحلي لدعم الأبحاث العلمية في إمارة الشارقة ماليا وتعزيز كفاءة العمل المالي في إمارة الشارقة.